استعدادات رسمية وشعبية مختلفة لإحياء احتفالات أعياد رأس السنة في محافظة البصرة، فعروس الخليج على موعد مع حفلات غنائية وعروض مسرحية ومظاهر فرح غابت عن المدينة في الأعوام السابقة بسبب الظروف الأمنية التي كانت تعيشها البلاد. عيد رأس السنة راح يكون إن شاء الله يوم مميز بالبصرة، وراح تكون هناك حفلات غنائية، مسارح، راح يكون مشاركة الفنانين العراقيين بمهرجانات بالبصرة، وإن شاء الله من هذا المناسبة راح يعني يشرق تاريخ البصرة القديم اللي كانت مشهورة على مستوى دولي وعالمي بالفن وبالمسرح. وهاي الشجرة سويناها، نريد نفرح باحتفالات رأس السنة، وإن شاء الله سنة جديدة نفرح بها. الأجواء العامة عادة نطلع، يعني برغم أنه الجو يكون بارد وكذا، لكن نطلع نفتر بالسيارة، نروح بعض المولات، بعض الأماكن كالجزائر أو الحدائق العامة، نحاول نعايد المسيح، الأخوة المسيح بهاي المناسبة. هو صحيح عيد للمسيح، لكن هو عيد لكل العراقيين. والله بالبصرة الأعياد يعني تصير حلوة في ليلة الدوران سنة، حفلات وحفلات روعة، ولينا من ليلة العمر تصير شيء راقي وحلو. الشوارع والساحات العامة تزينت بأشجار الميلادي، أما الكنائس فقد فتحت أبوابها لاستقبال المهنئين وعادت لعهدها السابق بعد أن تحولت لملاذات لمئات العوائل المسيحية التي نزحت من الموصل. في نهاية عام 2017 وبداية عام 2018 لا يسعنا إلا أن نقدم أجمل التبريكات والتهاني لشعبنا العراقي العزيز، لكل العراق بكل فئاته وأديانه وطوائفه. ويشارك في الخطة الأمنية الخاصة بإحياء أعياد رأس السنة نحو 30,000 عنصر أمني لتأمين أجواء الاحتفالات، فضلا عن إعلان حالة الاستعداد القصوى في مديرية المرور لتلافي الاختناقات المرورية. من محافظة البصرة، حسن صباح، الشرقية نيوز.